السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من قناة خواط الفكرية وتلخيصات لردود مشايخ ومحاور الشيعة على الله برهانهم. إن شاء الله بهذا الفيديو ننقل استدلال أو نقض أو حقيقة كما عبر الشيخ مجتبى الزركوشي: من لم يتشيع بعد هذا الفيديو ففي قلبه مرض حقيقة. من دون مقدمات كثيرة فقط ركزوا بالإحراج اللي أصاب هذا المحاور الوهاب السلفي بسؤال الأخ مجتبى الزركوشي. يسأل: ما هي الأسماء الأئمة الاثنى عشر بحديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ وأيضا الرسول يقول في حديث آخر: تركت فيكم كتاب الله وعترتي. فالأخ مجتبى الزركوشي الشيخ مجتبى الزركوشي ربط الحديث بالحديث الأول مع الحديث الثاني: هل جميع العترة؟ لا، بل فقط 12 خليفة واثنى عشر شخص. كيف أجاب هذا الشخص الوهابي السلفي؟ لاحظوا الإحراج وهو يعدد مجموعة من الأشخاص، يريد أن يركز أو يريد أن يوصل العدد إلى 12 شخص ولم يستطيع. نستمع ونعقب، فخليكم ويا الفيديو. أنا الآن أسأل سؤالي وسؤالي أكرره مرة أخرى. النبي يقول: لا يزال هذا الدين عزيز، أي من بعد النبي، ما وليهم 12 خليفة. من هؤلاء الذين أراد أن يشير لهم؟ إخواني، كلام النبي واضح، قال الخلفاء: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي. إذن هؤلاء الخلفاء من بعده من عترته. هل كل العترة؟ لا، مو كل العترة، فقط 12 خليفة. إذن هؤلاء 12 لا يكونون غير هؤلاء الذين نعتقد بهم، وإلا فلتأتي لنا بأسماء هؤلاء الذين أشار إليهم وقال أن الدين يكون عزيزا بوجودهم. اتفضل. كما قلت مهما إذا أنت تقر أن الدين لم يكن عزيزا في يوم من الأيام. النبي قال: إذا وليهم هؤلاء 12 خليفة يكون الدين بعزة، ما تركوا لهم الأمر. تولى يزيد شارب الخمر، ضرب الكعبة بالمنجنيق، قتل الحسين، فعل ما فعل من المنكرات، وغيره فعلوا ما فعلوا، فما كان الدين بعزة لأنه ما وليهم 12 خليفة. ولا يوجد في هذه الأمة من قال أن الخلفاء 12 غير نحن الإمامية 12، فكلامنا موافق لكلام النبي. سأعدد لك: أبو بكر وعمر وعثمان. واقف ثواني. أبو بكر أسجل. أي منو؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن؟ وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك. واقف على كيفك على كيفك على كيفك. ورا عمر بن عبد العزيز منو؟ ورا عمر بن عبد العزيز ماذا؟ ورا عمر بن عبد العزيز منو؟ أنا أنظر الآن هنا. عمر بن عبد العزيز. كيف؟ لا لم لا اسمعك. ماذا قلت؟ اي وياك. عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك. في هؤلاء الخلفاء كان الدين عزيزا في وقتهم، كانت هناك فتوحات وكان الدين منتشرا وكان واقف. ذولا فقط؟ اكو بعد لو لا؟ كم عددت لك الان؟ 11 واحد. كم عددت لك الان؟ 11. اي من وجدنا على اخرى على ما وجدنا سليم ما يمكن يزعم. هل قلت عبد الله بن الزبير؟ لا عبد الله بن الزبير. يلا مرحبا، يلا هذه هديه لك. اكو بعد كما قلت، الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينص على اسماء الائمه. هذا الشيء هذا من عندي. وقف. هذا الشيء. نعم. خلي الامه تعرف هذه الطامه. اخواني الاعزاء، جاء بهؤلاء الاثنى عشر حتى يطبق هذا الكلام على كلام النبي ويصدق قوله، ولكن وقع في طامة كبرى. لماذا وكيف؟ أولا، أبطل خلافة معاوية. إذا معاوية كان باغيا مدعيا للخلافة وليس نعم نعم
نعم انا زي. اقول هذا انا اقول هذا زي. اقول معاويه كان باغيا كذلك ان يزيد باغي ظالم كذلك المفاجاه الكبرى غير هؤلاء كلهم باعتقاد الشيخ احمد كلهم طغاة باغين والمفاجاه الاكبر ابطل كلام النبي مره اخرى وكذب النبي لماذا لان النبي عندما اشار الى الخلفاء قال اخر الخلفاء هو المهدي من عترتي يظهر فيملأها قسطا وعدلا نفى فين النبي محمد اشار اني اخر الخلفاء هو المهدي فين النص ده فين يا شيخ مجتبى نعم هو الناس موجود في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم ان النبي قال اخر الخلفاء رجل من عترتي اسمه اسمي يواطئ واسم ابيه اسم ابي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا ابطل امامه المهدي بهذا الكلام ووقع في مأزق تفضل لم أقع في أي مأزق أنت قلت لي اسمعني أنت قلت لي أن هذا الحديث 12 خليفة من هم أنا قلت لك هؤلاء الخلفاء لم ينص عليهم النبي وكل نص سيكون شهادا لا من عندي ولا من شخص آخر نعم صحيح المهدي هذا خليفة بأحاديث صحيحة إذن هو المكمل لـ 12 أين المشكلة يعني أين المشكلة؟ هو المكمل لإثنى عشر وأنا اتفقت يعني معه أي مهدي أنت متفق مهدي السنة ليس مهدي الشيعة مهدي السنة الذي لم يولد بعد مهدي السنة ليس مهدي الشيعة مهدي السنة ما في مشكلة أستاذ أحمد بما أنه النبي ثبت عنه أنه المهدي هو آخر الخلفاء الاثنى عشر إذن هاي القائمة اللي طيتني إياها ممكن أن يكون أبو بكر باغي ممكن يكون عثمان باغي ممكن يكون عمر بن عبد العزيز باغي حتى نكمل السلسلة إذن أنتم إلى يوم القيامة ليس باستطاعتكم أن تحققوا مراد النبي وكلام النبي لا يوجد على الكرة الأرضية شخص كلامه وافق كلام النبي إلا نحن لأننا قلنا أن الخلفاء 12 خليفة وهم الأئمة 12 وكلامنا طيب. ينطبق مع كلام النبي طيب. نحن طيب. الفرقة الناجية غيرنا طيب. لا يوجد طيب. شخص حقق طيب. كلام النبي طيب هنيئا لكم بالفرقة الناجية أستاذ محمد نحن نتناظر لمدة 4 ساعات وأنا تعبت قليلا أظن أن الأستاذ مجتبى تعب أيضا حياكم الله من جديد مثل ما قال الشيخ مجتبى الزركوش وأعيد وأكرر عنوان الفيديو من لم يتشيع بعد هذا الإلزام وبعد جواب هذا الداعية أو المحاور الوهابي السلفي حقيقة في قلب مرض لاحظتم أن الشيعة الإمامية على الله برهانهم دائما ما يستدلوا بهذا الحديث ولا أصلا إحنا اسمنا الاثنى عشرية إحنا الاسم عندنا أنه نتبع 12 معصوم نتبع 12 إمام والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول ويقول سيبقى هذا الدين ما معنى الحديث سيبقى هذا الدين عزيز ما وليه 12 خليفة والرسول أيضا يقول تركت فيكم كتاب الله وعترتي لاحظتم كيف الأخ مجتبى الزركوشي طبق الحديث مع الحديث الثاني وأحرج هذا الوهابي السلفي وأيضا لاحظتم الكارثة يعدد أبو بكر عمر عثمان علي عمر بن عبد العزيز أيضا يقول له هشام بن عبد الملك هل نسيت أحد هل أنا قلت عبد الله بن الزبير أنا قلت عبد الله بن الزبير أو لا أنا قلت شنو هذا الدين سؤال واضح جدا عدد لنا الأئمة الكارثة لم يذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أو لم يذكر الإمام المهدي لأن الإمام المهدي هو إمام مذكور في الكتب يعني الكتب السنية بأنه سيأتي أو من ضمن الأئمة 12 لذلك هذا هو فيديو اليوم هذا هو ملخص اليوم أقول بختام الفيديو دائما ما أغبط الشيخ مجتبى الزركوشي على أنه بهذا السن بهذا العمر وهو يدافع وفاتح جبهات حقيقة قربة إلى الله تعالى بالدفاع عن دين ومذهب محمد وآل محمد وإن شاء الله نكون بدرجة ولو بدرجة أقل من المدافعين عن محمد وآل محمد من ضمن الدفاع اللي أنتم تقومون به الشيخ مجتبى الحاج وعد الشيخ أحمد سلمان والكثير من محاوري ومن دون ذكر أسماء لله درك شيخ مجتبى الزركوشي أحرجت هذا الوهابي الذي لم يحترف أيضا بمعاوية فهذا الفيديو أعيد وأكرره للمرة الثالثة
من لم يتشيع بعد مشاهدة هذا الفيديو فهو يكذب حديث الرسول وفي قلبه مرض. انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة، إلى ذلك الحين انتظرونا. خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.